نروح لتقرير عن احتفال الجماهير التونسية بعد الفوز اليوم على المنتخب الفرنسي ونرجع نكمل. يعطيهم الصحة الأولاد لعبوا بالبدا، إن شاء الله الميطار الثاني يعطيو كيما كي، يعطينا الجرينتا، يعطينا الدليب، يلعبوا رجال وإحنا معاهم قدرة ربي، إن شاء الله ربحين، مربوحة بقدرة ربي، لعبوا بالبدا الأولاد. بصراحة إحنا اليوم أخذنا كأس العالم، يعني حتى كنا نلعبوا من بعدها ونربحوا ما ثمش حتى قيمة. اليوم فرنسا هي كانت القوية في اللعب وفي كل شيء، ربحناها اليوم. معناتها بالقوة باللعب وكل شيء، معناتها احنا اليوم اخذنا كأس العالم. فريمون معناتها حتى ما ترشحناش، أما فرحانة برشا برشا برشا، خرجنا هكا عن جدارة، ربح عن جدارة، عندي أنا ربحنا، عندي أنا كوب دي موند عندنا بصراحة. كونتر فرنسا وربحنا فريمون أعز حاجة عملتها تو دخلت لنا الفرحة، أول مرة معناتها نفرحوا هكايا بعد هذا كل العناء هذا كل ما غير ما نجم. أما فريمون برافو الأولاد، برافو لعبتوا يعطيكم الصحة. حتى معناها ما ترشحناش، أما من بعد الماتش نتاع فرنسا معناها الحمد لله معناها ربحناهم. تونس معناها تطورت ياسر في الكورة على قبل معناها، وإن شاء الله ديما هكا معناها، وإن شاء الله ديما رابحين.